إذا أرادت ناسا أن تعلن عن نجاح مهمة أو فشلها، فالخبر يأتي من الودغير لا غيره، عالم مغربي أصبح صلة الوصل بين الأرض والفضاء، مهندس الاتصالات الراديوية، والرجل الذي تجد اسمه موجوداً يعتلي قائمة العلماء في جميع مهام ناسا في الفضاء والأرض. كمال الودغيري واحد من أهم علماء ناسا والعالم، اكتشف الفضاء أكثر مما اكتشف غيره الأرض، عاش بين نجوم مدينة فاس وسافر عبر الكواكب من مدينة لوس أنجلوس، هبط في المريخ والقمر وزف الأخبار السارة واحدة تلو الأخرى. هوايته ألا يترك هواية إلا ويخوض غمارها، عالم ومهندس ورياضي وفنان مسرحي، أدار مشروع مختبر الذرة الباردة، وأشرف على مجموعة علوم الراديو والرادار الكوكبي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا. تركزت أبحاثه على توصيف الغلاف الجوي الكوكبي وعلوم الجاذبية والرادار الثنائي، ولعب أدواراً رئيسية في العديد من بعثات ناسا، مثل مركبات استكشاف المريخ ومهمة كاسيني الدولية إلى زحل، ومهمة غريل القمرية، ومختبر علوم المريخ MSL، ومهمة جونو إلى كوكب المشتري، ومهمة نيو هوريزونز إلى بلوتو. كمال الودغيري، من أنت؟ وكيف وصلت إلى ناسا من المغرب؟ قبل أن نخبركم بالتفاصيل، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يهوى الرياضة ويقضي ساعات طويلة سيراً على الأقدام أو على الدراجة استعداداً لخوض سباقات مختلفة، ويشغل هذا الوقت لاستكشاف المجتمعات والطبيعة، ولديه اهتمامات أيضاً بالقراءة والتاريخ والسفر والفن، ليقوم في عام 2006 بإنتاج مسرحية موسيقية تاريخية. جميع هذه الاهتمامات ليست سوى هوايات تغذي مخيلته الفضائية. ولد كمال الودغيري في عام 1968 في مدينة فاس المغربية، مكث فيها حتى سن العاشرة، ثم غادر مع عائلته إلى الدار البيضاء، وهناك تابع تعليمه وحصل على شهادة البكالوريا. منذ صغره كان شغوفاً في الفراغ المتروك بين الأجرام السماوية، فقد أثارت اهتمامه المقالات العلمية والصور الفضائية، وكان مفتوناً بكل الأشياء التي تطير في السماء، من الطيور إلى الطائرات والصواريخ وغيرها، وكان يقضي الساعات يومياً وهو يراقب السماء. أثار استكشاف الفضاء اهتمام الودغيري، لأنه أحب الألغاز والبحث عن طرق لحلها، ورأى في الفضاء كنزاً من الألغاز التي حفزت مخيلة البشر لآلاف السنين. مباشرة بعد حصوله على البكالوريا، أراد والدا الودغيري إرساله إلى فرنسا رفقة أخيه، لكنه فضل السفر إلى لوس أنجلوس لأنه وجد مناخها متقارباً مع مناخ المغرب، ورأى أنها مدينة متنوعة ثقافياً أكثر من فرنسا. هناك بدأ دراسة هندسة الاتصالات الفضائية في جامعة جنوب كاليفورنيا. تعلم في هذا الاختصاص طريقة إرسال إشارات راديوية إلى الغلاف الجوي، والتي تعود إلى الأرض عن طريق المركبات الفضائية أو الروبوتات المرسلة إلى الفضاء، وتركز بحثه على استخدام علوم الراديو كأداة علمية. ومن خلال تحليل التغيرات الصغيرة في إشارة الراديو أثناء انتشارها من المركبة الفضائية إلى الأرض، يمكنه تحديد الخصائص المختلفة للكوكب، مثل درجة الحرارة والضغط وتكوينه الداخلي وبنيته. في منتصف التسعينيات تخرج من الجامعة، وتقدم بطلب للعمل في وكالة ناسا مع أكثر من 1000 متقدم. نجح نحو 5 أشخاص بالانضمام للوكالة، كان هو واحدا منهم، وتم إرساله للعمل في مركز باسدينا في مختبر الدفع النفاث، وهناك بدأت مغامرته نحو الفضاء. السفر بين الكواكب. تحتوي معظم البعثات الكوكبية على أداة علمية راديوية على متن المركبة الفضائية، والتي تأتي في صلب اختصاص الودغيري، الأمر الذي أتاح له المشاركة في معظم التجارب العلمية على مستويات الغلاف الجوي. بدأ كمال الودغيري عمله في وكالة ناسا على مهمة كاسيني الدولية المتعلقة بكوكب زحل. المهمة كانت نتيجة تعاون بين 17 دولة أوروبية والولايات المتحدة، ووصلت تكلفتها إلى نحو 3 مليارات دولار. وانخرط فيها الودغيري مع علماء من مختلف أنحاء العالم،
وبعد 7 سنوات نجحت المركبة بالوصول إلى زحل بنجاح. كانت مهمتها دراسة التركيب الكيميائي للغلاف الجوي للكوكب. تمثل دور الودغيري في جمع البيانات العلمية وتفسيرها والتأكد من عمل جميع الأجهزة الموجودة على متن المركبة الفضائية والمسبار. وفي نفس الوقت عمل الودغيري على مهمة المريخ التي انطلقت في كانون الثاني عام 2004، وتمثلت المهمة بإرسال روبوتين جيولوجيين إلى هناك. تمت برمجة هذه الروبوتات للعمل لمدة 90 يوما، لكنها نجحت بالعمل لأكثر من 1000 يوم. في عام 2014 شارك الودغيري بتأسيس مشروع مختبر الذرة الباردة التابع لمحطة الفضاء الدولية، وبعد 4 سنوات تم افتتاح المختبر تحت قيادته. يضم المختبر، وهو منشأة متعددة الأغراض، فريقا علميا مرموقا حيث يضم 3 من الحائزين على جائزة نوبل. يقوم المختبر بتبريد الذرات إلى درجة قريبة من الصفر المطلق أو 459 درجة فهرنهايت تحت الصفر، وهي أبرد من أي مكان معروف آخر في الكون الطبيعي. وبحسب الودغيري فإن إجراء التجارب في درجات الحرارة القصوى هذه تساعد العلماء على فهم كيفية عمل عالمنا على أصغر نطاق. نجح المختبر بتحقيق نجاحات عدة، ونال جائزة المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية المرموقة في مجال علوم الفضاء. ومن المشاريع التي يعمل عليها الودغيري حالياً هو مشروع ناسا الذي أطلقته عام 2019، والذي يهدف لإرسال رواد فضاء مرة أخرى للقمر بحلول عام 2024. يتركز دور الودغيري على إجراء دراسات حول كيفية التواصل بين الأرض والمركبة الفضائية التي ستذهب إلى القمر ثم تذهب إلى المدار والمحطة الفضائية. وفي المغرب قام الودغيري بإنشاء مؤسسة بستان الأمل لتدريس علوم الأرض والفضاء لأطفال في إفريقيا من خلال إحضارهم إلى المغرب، وذلك بالتعاون مع خبراء أمريكيين وأوروبيين. خلال حياته حصل الودغيري على عشرات الجوائز من ناسا، منها جائزة بي جي إل ماريونر أند فيوغر، وجائزة القيادة الشعبية التي تعترف بالمهارات الاستثنائية في قيادة الأفراد. لمشاهدة المزيد حول علماء المغرب وإنجازاتهم الدولية، شاهدوا من هنا فيديو العالم المغربي رشيد اليزامي.